السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاكسيون اللي غتدخل معنا اليوم خفيف ظريف هي اوتوهول اللي في لا سمين ديرنيير اعلنوا على النتائج ديالهم اللي كانوا جد جد بوزيتيف، زعما جد ايجابيين، مع ارقام خيرة. زعما ما كانش حد يتوقع انه يكون هذا نون سيلمون بارابور 2020 اللي كان في الكونفينمون، مي حتى بارابور 2019 يعني قبل الكونفينمون، ساشون كو ان الشركه في ذاك الوقت كانت دارت اون بون اكسيليراسيون ما بين 2019 و2020، الاخر ديال 2019 والبدايه ديال 2020، مي الكوفيد هو اللي هرسها. اي جوست ابخي الكوفيد تقريبا ابارتيغ من شهر 8 دخلنا في واحد لو كانال اوسي اللي كنا هرسناه على هوس من الفوق، مي عاودنا رجعنا شي شويه هرسنا بديك لاكسيليراسيون ديال الديفيدون تو سامبلومون اللي تعني على ديفيدوند. على ليبوك كان جيتوز باردون جيتوز يعني كانت ناضية. ابري لا ديفيدوند بيان سور بقات صابرة شوية، غير تفرقات لا ديفيدوند وهبطات. ce qui était intéressant c'est qu'on a dit le rebond qui fait qu'un prévu sur le canal d'ailleurs les graphes les qu'on partage mais comme les graphes de suivi d'ailleurs ou mais je dis que les graphes à courir la autour nous verra ça de où d'ailleurs les qu'on suivi bien donc ou jamais les autres actions là donc moi les graphes d'ailleurs les suivent. فهنا ضربت لنا هنا انا بعدا ملي بانت لي ضربت هنا عرفت راه غادي تكون شي حاجه. اون باراليل كان ديجا الاي ار سي كان عطى السينيال في ديك لا فاز نفسها، RSI عطى سينيال داشا في لا ميم فاز هنا تقريبا نفس الشيء. دونك في هذا النيفو ديال النواحي ما بين 89 90 فهمتيني، وال RSI حتى هو عطى، ومن تما رحنا في لاوس وحنا غاديين في لاوس وطلعنا سويت تقريبا هنا بانت الريزولتا في هذا النهار هذا، فين درنا ان كاب اوسي دو روبتور اللي من بعد درنا دي نوفو بلو. دونك هذا سي ان كاب دو روبتور، يعني النورمال هو ان لاكسيون غتكمل الطلعة ديالها، وملي كتقول اش من طلعه غادي تكمل، فغادي نشوفوا لوبجيكتيف فين غادي يجيب لنا. دوت فاصون تيبان ان اوبجيكتيف انتريسون، هذيك من هنا هذه هنا، فهذه اخر موفمون اللي كان 95.63 ومن بعد 97. دونك هادو من 95 راه حنا قربنا لها 0.63. هاد جوج خطوط احمر اللي كتبان لك ديال 94 و95 سيت اون زون ريزيستانس قديمه، يعني اللي وقفات هنا لو كور وهنا وتقدر تلقاها حتى هنا من قبل. دونك سيت اون زون كلي امبورطونت اللي راه حنا واقفين فيها. اون باراليل شنو عندك؟ عندك هاد لا ريزيستانس اوبليك ديال تو لي طون، حتى هي راه الكور واقف عليها، واقف عليها ديال بصحة، كلشي دابا واقف فريمون هاد لافاز هادي سي اون فاز كريتيك. هاد المستوى نفسو الا درتي الكوريكسيون ديال فيبوناتشي ديال الهبطة كاملة الاخرى غتلقاك راك في 06 مثلا، فيريفيوها غالي من غتلقى راسك في 06 تاك. هذا هو اكزاكتومون، حنا قراب 06 جا في 96 تا هو، دونك اوني تخي بروش. دونك هاد لا زون هادي الا فتناها افيك ان بون فوليوم، واليوم دار ان بون فوليوم واخا كانت بيسير دار ان بون فوليوم، خصنا شي حاجه اخرى بحال هادي، ولكن افيك اون بوجي فيرت فوق هاد 95 اس مومون لا اون بو دير كو داك لوبجيكتيف ديال 97 ديجا راه قريب في المتناول، و بوتيتر ميم بلوس، لان لاكسيون الي اوسيير سي اون اكسيون ابروندر اون فيت، وان الانسان يسير في مع هذا الموفمون اوسي ديالها، سي اون اكسيون تري انتريسونت بالنسبه ليا، وزد ديكوفريتها عاوتاني معكم في هذا الفيديو هذه. تو لي زانديكاتور سون بوزيتيف، كسرت الام هذه الام 200 حنا فوق منها، دونك هادو هما لي زاكسيون بالنسبه ليا انا اللي كنتفوكاليز عليهم. بروشينمون ان شاء الله الى اون كاو شي حاجه وقعت لك شي اللي عندي راه غادي نقلبها في هاد الطول 100%. Donc, très intéressant à vous de voir aussi en fonction de votre analyse personnelle. Mais je vais regarder les indicateurs et je vais les positifs, sachant que je vais les mettre. Donc, je vous remercie de vous avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de vous avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de vous avoir regardé la vidéo.